أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 1508 لسنة 2024 بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة لاستقبال اليخوت والسفن السياحية. تضمن القرار الوزاري أن تتولى وزارة النقل الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء بمدينة رأس الحكمة الجديدة والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونيا على أن تصدر الوزارة القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط، حيث ساهم انحسار القلق حيال الإمدادات وعلامات على تراجع الطلب في تبديد تأثير المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط. وهبطت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة 60% بالمئة لتصل إلى 82 دولارا و66 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 77 دولارا و96 سنتا للبرميل. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 41% بالمئة لتصل إلى 2.45 سنتا للتر. في المقابل زادت أسعار النفط أو أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9% بالمئة لتصل إلى 2.20 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تكبدت أسعار النفط خسائر خلال التعاملات الآسيوية. وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات قطاع النفط ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب. التراجع يسيطر على أسعار الذهب الأسود مع ارتفاع في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب. فوفقاً لأرقام معهد البترول الأمريكي، زادت مخزونات الخام الأمريكية 509 ألف برميل في الأسبوع الماضي، مضيفاً أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضاً. تراجع أسعار النفط جاء محدوداً مدفوعاً بمؤشرات عالمية تشير إلى انخفاض في شح المعروضة وضعف للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، والذي أكدته توقعات وكالة الطاقة الدولية. كما شكلت آمال التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة. من ناحية أخرى، ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل أوبك بلس قبل اجتماع لتحديد سياسة الإنتاج في الأول من يونيو المقبل. وفي هذا الإطار كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن أنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك بلس بشأن زيادة إنتاج النفط. جدير بالذكر أن تحالف أوبك بلس يخفض حاليا الإنتاج بمقدار 5,860,000 برميل يوميا، بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي. وكان التحالف قد قام بسلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين من غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة. في وول ستريت تراجعت المؤشرات الرئيسية الأمريكية متأثرة بأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، وذلك بالتزامن مع انتعاش عوائد سندات الخزانة في وقت يسعى فيه المستثمرون لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بخطة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% بالمئة، وتراجع ستاندر أند بورز بنسبة 0.36% بالمئة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 65%. وفي البورصات الأوروبية ارتفعت الأسهم خلال التعاملات، بينما يبحث المستثمرون عن مصير قرارات خفض الفائدة من بنوك مركزية كبيرة. وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر، ما دفع ذلك المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات لارتفاع 1.4%. خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض التضخم.
وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 3.75% بعد سنوات من التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. أكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو ويدا أنه منفتح على فكرة الزيادات المبكرة في معدلات الفائدة، وذلك إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من توقعات البنك. وقرر البنك المركزي الياباني في مارس إنهاء معظم إجراءات التيسير غير التقليدية بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية. وقال ويدا إن التضخم الأساسي على الأرجح يسير على الطريق نحو هدف البنك البالغ 2%، إلا أن المخاطر الصعودية والهبوطية المحيطة بتوقعات أسعار البنك لا تزال مرتفعة. وأكد محافظ البنك أو بنك اليابان أن البنك سوف يستجيب من خلال السياسة النقدية إذا كان ضعف الين يؤثر بشكل كبير على التضخم الأساسي.